بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب شعب الإيمان: باب في التمسك بالجماعة، فصل في فضل الجماعة. وعن ذر عن بشير بن عمرو قال: خرجنا مع ابن مسعود قلنا أوصنا، قال: عليكم بالجماعة، فإن الله لن يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة حتى يستريح بر أو استراح من فاجر. التابعي يقول: خرجنا مع عبد الله بن مسعود، ما قال سافرنا، قال خرجنا، دل على أن خروجهم من القرية أو المدينة إلى مكان آخر، ضاحية أو ما حول هذه المدينة، مو خروجهم للتنزه. ما كان عند هؤلاء وقت لأجل أن يقضون وقت النزهة، وإن كانت مباحة للاستجماع. خرجوا لمهمة، إما غزوة أو نشر علم أو زيارة مريض أو ما إلى ذلك. الشاهد أن عبد الله بن مسعود لما سألوه أوصنا، قال: أوصنا يعني اعطنا من الحكمة شيء نتعظ به ونعمل به. هذه هي البركة التي أشرنا إليها بالأمس، أن رجل مبارك، أي أنه إذا حل في موقع أو مكان إلا ويستفيد الناس منه أمراً بالمعروف أو نهياً عن المنكر. يقول هنا عبد الله بن مسعود لما طلبوه النصيحة: شوف الجماعة اللي جالسين حاطين ظهورهم عندنا وقاعدين يتكلموا. الغريب يا عبد الله، وإن كنت غريب الناس ما يعرفونك صحيح، لكن ليس من اللائق يا عبد الله، وليس من الأدب، أرض الله واسعة، قم يا عبد الله وتحدث في مكان آخر. لما يدري أنه ليس من هذه البلدة، إما أن يواجه أو يعمل أو ما شاء. لا يا عبد الله، ليس هذا مكان الحديث، قم في مكان آخر وتحدث ما شئت، أو استقبل القبلة واقرأ القرآن كأنما تعظ حجر. ونسأل الله العافية والسلامة. اسمعوا ما يقول هنا. لا، ليس بالضرورة أن تستمع يا ولدي، ما طلبت من الناس أن يأتوا الحلقة، لكن طلبت من الناس أن يتأدبوا مع حديث رسول الله. هنا يقول عبد الله بن مسعود لما طلبوا منه الوصات، قال: عليكم بالجماعة. عليكم يعني إلزموها الجماعة، أي ما اجتمع الناس على الإمام. اجتماع الناس على الإمام طالما أنه يصلي ويأمر الناس بالصلاة، يلزم المؤمنون أن يطيعوه، لأن القوة بيده،
لو خالفوا ذلك لحصل شر عظيم، فإن بالإمام تؤمن السبل، وبالإمام تقام الجماعة، وبالإمام يزاد عن الدين ويدفع به العدو. لو سار هرج ومرج، يعني بمعنى فتنة، لا تستطيع أن تسافر من بلدة إلى بلدة، ولا تهنأ بطيب عيش وأنت في دارك إلا بعد أن تضع المغاليق والحواجز. هذا حتى في بلاد الذين يزعمون أنهم في غاية كذا، هم إذا جن الليل من عاش رأى، أما نحن رأيناه وغيرنا يحكينا. نسأل الله العافية والسلامة ودوام الأمن والصحة والعافية. يقول عبد الله بن مسعود: عليكم، إيش معنى عليكم؟ يعني إلزموا الجماعة، فإن يقول رضي الله عنه، يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث صحيح: إن يد الله مع الجماعة، ولن تجتمع أمته على ضلالة. معنيين: يد الله مع الجماعة يؤيدهم وينصرهم، لأن السمع والطاعة للإمام جاء به كتاب الله عز وجل، ما أحد اخترع هذه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحض الناس في المجالس، وأكثر ما كان يقول هذه حتى في حجة الوداع وقبل وفاته، لعلمه أنه ستكون فتن ويتأذى الناس، فشفقة بهم ورحمة طلب منهم هذه. ويقول: يد الله مع الجماعة، أي بمعنى أن من فارقهم، وفراقهم إما أن يأتيه الشيطان يقول: هؤلاء فواسق ومعهم فجور ومعهم كذا، فيأتي يوسوس له الشيطان فيذهب فلان وفلان وفلان، فتجتمع جماعة ويخرجون عن المسلمين، قد يؤول الأمر بهم إلى تقتيل المسلمين من أي طرف كان وأي وجه كان، كما نشهده الآن الذين يفجرون ويقتلون ويلاحقون الناس، يستحلون دماءهم. فيقول صلى الله عليه وسلم: إلزموا الجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، أن من خرج عنهم تخلى الله عنهم، ومن تخلى الله عنه، تخلى بمعنى أنه تركه وحده، لأن عناية الله وتوفيقه ونصره وإحاطته بمن يحبهم من المؤمنين تدفع عنهم من الشرور أشياء كثيرة. فإذا تخلى الله عنهم تركهم وأنفسهم. يا عبد الله، اسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن وراءه الخير الكثير. من تخلى الله عنه أي تركه ولم يؤته شيئا من التوفيق والعناية إلا وتولاه الشيطان. ومن كان الشيطان له قرينا، مصيره والعياذ بالله. ولذا البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن ولا يذكر فيه الله عز وجل، تجد فيه من الفساد ما لا يستطيع أحد ترقيعه. لا تظن الفساد يا عبد الله أن يكون شجار بينهم، ليس بالضرورة، لكن من النكد والأمور العويصة التي تمتلئ به قلوبهم ما لا يجدون هناء لا في نوم ولا في أكل ولا في معاشرة. كلامي ليس كلام خطابي، الخطابي مو معنى الخطبة، الخطابي بمعنى كلام ليس تحته طائل، إنما المراد به تهييج الناس وإثارتهم أو تسكينهم. هذا الكلام مو خطابي، لأن كل كلمة إنما نقولها عن دلالة، إما من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعلم أن في المستمعين من يكون مظلوم ومن به حقوق، ومن يرى أموراً ارتآها بعقله
ومن غيب عن هذا الدين، لأنه نشأ إما في بيئة أو مجتمع أو بيت، لما يسمع هذا الكلام القلب من الداخل يغلي ما هو مطمئن، ثم إن آل به الأمر استمع ثم ذهب لأجل أن يفرغ بقية غيظه فيما يقول. اسمعوا قول عبد الله بن مسعود، الرسول صلى الله عليه وسلم حث الأمة بعده، يعني بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، كان يقول لهم: عليكم بهدي عبد الله بن مسعود، إلزموا هديه، يعني سمته وسلوكه وقوله. والرجل رضي الله عنه من حفاظ كتاب الله وأقرب الناس وأشبههم دلاً برسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا كان يقول الصحابة عنه. قال: فإن الله لن يجمع أمة محمد على ضلالة. رأيت الحشد الكبير، ترى فيهم الخائن والسكير وفيهم غير المستقيم، لكن بقية الجماعة هم الذين يرون أن الحق مع الإمام، يعني الحق مع متابعة الإمام. ويقول صلى الله عليه وسلم، يقول رضي الله عنه: الله عز وجل لن يجمع هذه الأمة على ضلالة، فإن إجماعهم معصوم. الإجماع المعصوم يعني إذا اتفقوا على حكم، والإجماع على ضلالة بمعنى أنه إذا اجتمع سوادهم الأعظم وكثرتهم فاعلم أن الحق معهم. اسمعوا ما يقول عبد الله بن مسعود، أكمل الحديث: فإن الله لن يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. حتى يستريح، يستريح الاستراحة يعني إزالة مشقة وتعب، لا تقول فلان استراح إلا بعد أن زاول نوعا من تعب وكد، إما تعب قلبي أو تعب جسماني، ما تقول استراح وهو لم يمر بشيء من هذا. لما قال حتى يستريح أو يستراح، اقرأ يا عبد الله الجملة حتى نعرف أن هذه الغاية، حتى حرف غاية، افعل كذا حتى كذا، يعني استمر في الفعل إلى أن تأتي لهذه الغاية. اقرأ الحديث عشان نعرف هذه، لأجل أن نعرف هذه الغاية لأي أمر تتجه إليه. اقرأ الأثر من أول، هذا يسمى أثر، يسمى أثر، يعني عبد الله بن مسعود ما الذي يقول؟ عليكم بالجماعة، فإن عليكم بالجماعة إلزموها، إلزم الجماعة لا تخرج عنهم، فإن ضاق بكم الأمر، يعني الإنسان أحيانا ما يطيق، يرى أنه مظلوم، أخذ بعض ماله، سلبت بعض حقوقه، ما أزيلت شكواه، الشيطان يغر هذه. الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصبر، وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. يقول الحسن البصري: إن طاعتهم حق، فوالله إن في طاعتهم لغيظ، مع ذلك نحن نتأذى. يقول فمعنى: فيا عبد الله طلب منك الصبر، الصبر ما هو صبر على مضض، صبر بمعنى أنك ترجو ثواب هذه من الله، يوم يأتي ولدك يعني ابنك من صلبك في المنزل والدار فيعمل أمورا فيها عقوق لك، يغتاظ الرجل، لكن يرى أنه لو عاقبه لنشأ من ذلك أمر أكثر غيظا وأشد كرها من عقوقه، فيصبر، هذا صبر على مضض، لكن يرى أن في ذلك فيه خير، لا كما لو جاء بعض غير أقاربه، لو فعل كذا تخلص منه، راح منه ولا راح منه. صبرك على ما تكرهه ترجو من وراء الصبر خيرا، أي أن لأنه في صبران، صبر سلو وصبر طلب أجر. صبر السلو حين تعلم
أن الذي وقع عليك أو على مركوبك شجرة بعيدة عن الناس لم يهزها أحد، فأنت تصبر على ما حصل من ذهاب طرف من أطرافك أو شيء من مالك، لكن لو جاء أحد تعمد فعل هذا ما تصبر، لأن هذا أمر فيه نوع من تعدي. الأول تصبر غصبا عنك، إن صبرت أو لم تصبر هذا واقع ولن تجد شيئا يسليك مما حصل. أما الأخرى لا يقتاض المرء يبحث عن الانتقام أو يبحث عن من ينصفه من هذه أو غير ذلك. أنت يوم تصبر يا عبد الله ما تكظم الغيظ وتريد تنفيذه فتعجز، لأن السلطة معها الجماعة ومعها القوة، هذا هو الذي يريده الشيطان منك. اصبر واحتسب الأجر من الله عز وجل، يعني صبر ابتغاء الفضل من الله عز وجل حتى يستريح بر. إلزام كذلك بمعنى عدم مفارقتك ولو كنت تكره، ولو حصل ما حصل فليكن معك الصبر ولتكن مع الجماعة، لا تشوش ولا تغتب ولا تقول في مجالس أخرى كذا وكذا، إلا إذا كان الإمام يأمر بالخروج عن الدين أو لا يفعل الدين أو يعيق. أما فجوره هذا من قديم، من أيام بني أمية يعبثون في الأموال وغيرها، لكن الصحابة ما يقولوا كلام في مجالسهم وكلام آخر إذا خرجوا عن ذلك، بل يجمعون الناس حولهم ويفوضون أمورهم إليهم حتى يستريح، أي أن اللزوم يبقى معكم والمضي في طاعتهم وسمعهم مستمر معكم حتى يستريح بر. البر يعني التقي المطيع الذي يفعل القربات، استراحة سواء كان الراعي أو بعض الرعية، أو يستراح من فاجر، إما أنه يموت كالجار يا عبد الله، بعض الجيران قد تستطيع أن تنتقل من دارك إلى آخر، وآخرون يعجزون عن الانتقال لأنه ملكه ونشأ فيه ويعجز عن تبديله، ويعلم أن جار السوء ينغص حياته كل يوم. يعني من رأى هذه المسالك وعلم عدل الله في كونه، لا تظن هذا عبث خارج عن إرادة الله، لا، الله عز وجل يعلم أمور ما تجري ولا يجري أمر إلا بمشيئته، ولا يصاب أحد بشوكة إلا ولله قضاء فيها. ما جاءت لأنه فلان مشي في شارع شوك وآخر تخطاها، لا، ذاك حتى لما قضى عليه أنه يشاك ولو مشى في أرض سليمة لابد أن يقع منه ذاك الوقوع. فالظالم قد يصاب والمؤمن قد يصاب، أما الظالم فعقوب له في دنياه لأجل أن يرجع إلى الله، وأما المؤمن فكفارة لما فعل وتنبيها لهم جميعا أن يعودوا إلى الله عز وجل. فإذا أصبت بجار السوء ليس المقصود الكلام عليه، إنما لأجل أن نمثل الالتزام والصبر، لما يرى الجار من جاره مثل هذه الأمور، ولله حكم في تسليط هذا عليك يا عبد الله، لابد أن تصبر حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. واضح الحديث؟ اقرأ ما بعده. وعن صفوان بن عمرو أخبرني راشد بن سعد حدثني ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ثوبان، لا تسكن الكفور فإن ساكن الكفور كساكن القبور. يا ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تسكن يعني لا تستقير ولا تجعل لك سكن في الكفور. الكفور جمع كفر،
والكفر المنطقة في قرية أو حلة أو مكان خارج المدينة، هذه يستعملها أهل الشام كثير، كفر كذا وكفر كذا، ولا أظن وأسمع كذلك في مصر يستعملون هذه اللفظة، فيقول لا تسكن الكفور، مو كفر الآن لما تمتد حتى تتصل بالمدن وتتسع فيها المساجد، لا ما كانت كذلك، كانت نائية قليل فيها مساجد، ما فيها طلب علم ولا فيها نشر فضائل، لما تكون قرية بائدة بعيدة عن الحواضر لا تقام فيها جمعات، فنهى صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الله لا تسكن. الذي يشبه بالكفور جمع كفر تلك المناطق النائية التي هي ينتج فيها أو يقام فيها بأعمال ومشاريع، مشاريع استخراج الذهب أو صناعات كبيرة ثقيلة، في الغالب هؤلاء قل من يعتنى بهم من مسائل الدين، الناس في شغل وهم الدنيا وعملها، هذه مثلها، يعني إذا عرض عليك أمر فيه رغبات قوية تلح على المحتاج أن في المنطقة راتب كذا وسعر كذا وأماكن مؤمنة، وتعرف أنها لا تقام فيها جمعات ولا يحصل فيها، فإن هذا مثل هذا. شبه صلى الله عليه وسلم بمن سكن البوادي البعيدة النائية عن المدن بأنك أنت أيها الساكن مثل من سكن القبر، قال فإن ساكن الكفور مثل ساكن القبور. الذي يسكن القبر حي ولا ميت؟ ميت. يا من عاش في أماكن اكتظت بالسكان فعجز الناس عن إيجاد مأوى لفقر وحاجة، ابتلاهم الله لحكمة فذهبوا سكنوا في القبور، ليس هذا المعني به، لا تقول في ناس يسكنوا القبور، لا ليس هذا المراد، مراد ساكن القبور أي الذين يسكنونها إلى الأبد لا أن تقوم الساعة، يعني الأموات. صلوا في بيوتكم، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم عن النوافل، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تجعلوا بيوتكم سكنى للأموات، لا صلاة ولا حركة ولا دعاء، لا لا يكون كذلك، البيت لا تنزل فيه البركة ولا تطرد فيه الشياطين إلا أن يذكر الله فيه، ويقول لا يا ثوبان لا تسكن الكفور فإن ساكن الكفور كساكن القبور، يعني تكون كالميت، الميت لا يرجى منه شيء ولا يستطيع أن يعمل لنفسه شيء، ولذا يفرح بمن يدعو له ويفرح بالمؤمن أن يوجه بعض الصدقات له أشد فرح، وإذا جاء للقبر وسلم عليه ودعا له فإنه يرى من الهدايا وعظيم رحمة الله شيء عجيب، يفرح بذلك فرح شديد، وانقطع عمله، لكن انقطاع عمله لا يعني أن عمل غيره لا يصل إليه، ويحذر هذا صلى الله عليه وسلم. فيؤخذ من هذا الحديث أنك لا يذهب خاطرك كما يذهب بعض الناس، بعض الناس عافى المجتمع، عيافه للمجتمع لأنه وجد منغصات كثيرة، إما لأن تركيبته الخلقية ما ألفت هذا النوع، يود أن الناس لا يؤذونه فيؤذى، ويرغب أن الناس يكتفون كذا، ما يمكن أحد أن ينجو من هذه، لا بد من لمزة وإشارة سوء وكلمة غير صحيحة ما ينجو منها أحد، تسمعون ونسمع. فيقول صلى الله عليه وسلم لما قال فإن ساكن الكفور كساكن القبور، يؤخ منها يا عبد الله أنك لا تذهب إلى بادية لأجل أنك تنعش نفسك
وتذهب عنها ما تلقاه من أذى. لا بل ابقى واصبر وتحمل، فإنك لو ذهبت هناك إنما تكون فريسة للشيطان. المؤمن إنما يجد رحمة الله وروحه بالذكر والدعاء والاستقامة. هذه هي مشط لما قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. يعني هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفة آمنوا بالله ربا، والإيمان أن يقتضي أنك تؤمن برسوله، ومعنى الإيمان بالله أنك أقررته أنه ربك الذي خلقك لا تصرف العبادة إلا إليه، وآمنت برسوله أي اعترفت وأقررت أنه جاء برسالة من قبل الله. اسمع وأطع، ثم سمعك وطاعتك هو العمل الصالح، هذا له حياة طيبة. قال: طوبى لهم، يعني في الدنيا، وحسن مآب في الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هكذا يقسم الله عز وجل. تفهم منها ماذا؟ أن من لم يكن على هذه الصفة حياته شقاء. الشقاء يعني نكد وعذاب وضيق صدر وإيصال أذى من جاره وولده وزوجه، ومعاكسة أموره غير متيسرة. إذا ركب المركوب إن كان حيوانا حرن عليه، يعني استعصى ما يمشي، وإن كانت من هذه الآلات وجد فيها عطل. ما لاحظت بعض الناس في مشقة وكرب هكذا أموره غير متيسرة، لا يستطيع حصول لقمة العيش إلا بعد أن يمر بمراحل. والله عز وجل لما قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. انظر حياة هذا وحياة هذا. هذا الله وعده أنه ما وقع في ضيق إلا وأوجد الله له مخرج من ذاك الضيق، ثم رزقه لا يسعى فيه كسعي هؤلاء ليل ونهار ويفكر ويخطط ثم لا يجد إلا ما كتب له. هذا يأتيه رزقه من حيث لا يحتسب. إيش معنى من حيث لا يحتسب؟ هو عرض البضاعة يطلب فضل الله فيها، وإذا سمع بأنه حصل له مكسب من تجارته الأخرى، أو أن فلان عرض عليه بضاعة بأزهد ما يكون أو أحسن ما يكون، والله هذا ما كان يتوقع. عرفنا هذا الفضل يا عبد الله للمؤمن. فلما قال: لا تسكن الكفور، فإن الكفور جمع إيه؟ ما كفر، والكفر عرفنا معناه، اقرأ ما بعده. وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ثوبان، لا تسكن الكفور، فإن ساكن الكفور كساكن القبور. لا تأمرن على عشرة، فإن من تأمر على عشرة جاء يوم القيامة مغلول يده إلى عنقه، فكه الحق أو أوبقه الظلم. المصنف بدأ بذاك الحديث، وذاك الحديث ليس من بابة هذا الباب، يعني هو لا علاقة له بالباب، لكن أورده ليبين لك إن كان ذاك طريق فما نورده بعد فحديث حسن أو صحيح. ولذا أعاده مرة ثانية، وأعاده ليبين لك الغرض منه أنه موافق لترجمة الباب. الباب في لزوم الجماعة وعدم الخروج عليه. قال: يا ثوبان، لا تسكن الكفور، فإن ساكن الكفور كساكن القبور. ولا تولينا إمرة عشرة، يعني عشرة أشخاص لا تكن أمير عليهم. كلمة عشرة ليس معناها أنها أدنى وأقل عدد للرئاسة، إنما في الغالب المرء لا تكون له إمارة فيما دون العشرة، وإلا الإمارة قد تكون على ثلاثة. من تسافرون جماعة لابد إذا سافرت جماعة أن تؤمر أمير عليكم.
ثلاثة فما فوقها: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. فلا بد أن يؤمر واحد عليهم، لأنهم لو ذهبوا دون إمارة كل واحد يستبد. مررنا على مقهى، انزلوا هنا، والآخران لا يريدان، فيلزمانه بالمسير وهو كاره. ثم إن أحدهم يعن له في المقهى الذي يليه: انزلوا هنا، فيطاوعونه، ذاك يصيبه كيد. ما استجبتم لي في الأولى فاستجبتم لهذا. ثم يصير نزاعا، هذا النزاع ما فعلوه في السفر ففي الحضر يكون تنفيس، إما بالانتقام أو بالكلام أو غير ذلك. لكن لما يؤمر أمير عليهم ما تكون الحالة كذلك. عرفتم فائدة الإمارة؟ يقول: لا تأمرن على عشرة فإنه يأتي يوم القيامة يده مغلولة. يوم القيامة يا عبد الله إنما يخوف به من وقر في صدره أنه سيقوم بين يدي الله عز وجل للمحاكمة. أما الذي لا يدري، أو إيمانه ضعيف، أو يقول نتوب يسوف، أو يقول هذه من باب كذا لسنا منهم، لما تقول يوم القيامة يجي يوم القيامة ما تأثر عليه. إن أصدق الحديث كتاب الله، وأصدق ما قاله الله عز وجل هو ما ذكره في كتابه، بيّن هول يوم القيامة، وبيّن موقف المسلمين ومصير الكافرين. اعلم أن هذا حق، ولا تظن أن الموت إنما هو للعجائز والأشياخ. أنت ما تدري متى تموت. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا عرضت عليك إمارة ولو كانوا عشرة لا تقبلها، فإنه يجيء يوم القيامة يده مغلولة إلى عنقه، لا يفكها إلا عدله. فإن لم يكن عدل، يده مغلولة يعني أنه في عذاب يعجز عن دفع نفسه ولا ينتصر. اقرأ ما بعد عبد الله. وعن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة في ثلاث: في الجماعة، والثريد، والسحور. البركة في ثلاثة. البركة معناها النماء والخير. النماء يعني الزيادة، والخير كل ما يعود على المرء فيه منفعة ومصلحة، كل ما كان فيه مصلحة في دينه ودنياه فذاك من البركة. قد يأتي الرجل فيأكل معك فتجد في الطعام لذة ونفعا بعد قضائك منه، وإذا حل معك تجد في جلوس معه ما فيه فوائد من كلمات وأمر بالمعروف وغير ذلك. ويقول صلى الله عليه وسلم: البركة في ثلاث مواضع. لما قال في ثلاث مواضع لا تظن أنها حصر. إيش معنى حصر؟ يعني هي فقط في الثلاثة في غيرها لا يكون؟ لا، إنما ذكر هذه الثلاثة نص عليها لأنها أكثر ما يزاولها الناس وقل من يخلو منها. ما هي الثلاث؟ اسمعوا يا عبد الله، اقرأ. البركة في ثلاث: في الجماعة، والثريد، والسحور. الجماعة صلاة الجماعة، لا تصلي وحدك، والصيام صم مع المسلمين، لا تقول كذا. وإذا أفطرت في الصيام افطر مع غياب الشمس، لا تقول حتى يظهر النجم. وإذا وقفوا الناس بعرفات قف مع الجماعة، وإذا اتجهوا إلى القبلة لا تقول لا القبلة هكذا، فاعمل ما هو مع الجماعة، فإن لزوم الجماعة يزيل وحر الصدر. ثلاث لا يغل عليها قلب امرئ مسلم، منها لزوم الجماعة. قال: الجماعة فإن البركة فيهم، والبركة الخير، لا يكون أشقياء ويكون سعداء ويكون فيهم أمن وفضل. يقول صلى الله عليه وسلم:
البركة في ثلاثة: في الجماعة والثريد والسحور. الثريد الأصل فيه أنه خبز نضج ثم فتت، يعني كسر في إناء، وهناك أدم أي مرقة لحم، فأخذ من تلك المرقة صب عليها، قد ما يكون لحم، بعض الفقراء إنما هي أعشاب وأشجار يطبخونها فيصبون فوق ذاك، لكن في الغالب يكون لحم، فيصبونها فوق تلك الفتافيت التي من الخبز أو كسرة، فإذا أكلوها يسمى هذا ثريد. ليس المقصود الثريد هو الذي فيه البركة، لأن في الغالب أنه لا يعمل ثريد إلا ويجتمع عليه جمع. هذا الجمع يا عبد الله ليس بالضرورة أن يكونوا أضياف من خارج دارك، لا، قد يكون في الدار غير المنزل. اعرف أن الدار غير المنزل، المنزل البيت الذي تسكنه فيه أطفال وأهل وغير ذلك، أما الدار بمعنى الأرض واسعة الفضاء أو ليست واسعة لكن فيها منازل، هل يسمى دار؟ قد يكون هذا الثريد للدار وقد يكون للبيت. لا تفعل فعل الوحوش الكاسرة تريد أن تستأثر بالطعام ثم تقول للبقية خذوا هذا الأسار، يعني الفضلة، لا. يقول صلى الله عليه وسلم: البركة في الثريد، أي ما اجتمعتم عليه. مو كل واحد يغرف بصحنه ويروح يزوي ويأكل، هذه لا بركة فيها. مو معنى البركة أنه ما يشبع، ليس بالضرورة ذلك. يأكل الإنسان طعامه، هذا الطعام إن سمى الله وحمده على ذلك ولم يترك في الصحفة شيء لعقها بعد تسمية الله أخذ كفايته، فإن الله يجعل في طعامه ذاك بركة لأنه حمد الله. والله عز وجل وعد لمن شكره أنه يزيده من فضله، ليس مجرد الحمد، بل قام يصلي خاشع ويأتي بالزكاة، وما صلح جسمه على هذا الطعام ساعد به آخر محتاج. هذه هي البركة، فوجد في الطعام نفعا، ما فيه من خصائص التي يسموها فيتامينات، ما فيه من خصائص أخذ الجسم حظه منها، وآخر يأكلها لا بركة فيه، كأنما ملأ بطنه من هذه ثم أخرجها ولم ينتفع، إن لم تزده غثا تراكمت شحوم عليه، وثقل قلبه لا يحب الخير أو الصلاة يقوم إليها كسول، وإذا هب إلى عمله لا يهب نشيط. ويقول صلى الله عليه وسلم: البركة في الثريد. يا عبد الله، إذا كنت في المنزل ووضع الطعام، اجمع صغيرهم وكبيرهم واجعلهم يتناولون معك الثريد، فإن البركة في الثريد، أي في الجماعة الذين اجتمعوا على هذا الثريد. والثالثة ما هي؟ السحور. السحور ما يأكله الصائم آخر أكلة ثم بعدها يمسك عن الإفطار، عن الطعام، قد يكون في أول الليل يعلم أنه لا يستيقظ فيأكل، هذه الأكلة فيها بركة. يقول صلى الله عليه وسلم لما رأى فلان وفلان: هلم إلى الطعام المبارك. كل شيء من الأسباب إذا فعلتها تتقرب بها إلى الله عز وجل فإن فيها بركة. إذا غسلت يديك ثلاثا أول الوضوء ثم تمضمضت المضمضة في الأولى إخراج أثر ما بقي من النوم، لأن الفم إذا بقي مغلق
تملأه سوائل وما يخرج من الرأتين من لواصق على الإسنان. فهذه إن تمضمض في الأولى ليست من الصلاة أذهبت الأذى. فإذا بدأت بالوضوء ما تدخله في فيك من ماء فإن فيه بركة، ولذا ينبغي أن تتغرغر الغرغرة، أن تضع الماء أقصى الحنك ثم تحدث فيه صوت لأجل حين يتموج الماء يسلك جميع المسالك داخل الأنف، فإن فيه بركة، لأن هذه طاعة، الوضوء طاعة تتوصل به إلى شيء يحبه الله وهو من العبادة، فإن فيه بركة. ولذا الإنسان إذا توضأ يحسن الوضوء ويأتي على وجه أكمل. قال: تسحروا فإن في السحور بركة. لا تقل: يا عبد الله تعشيت والعشاء دسم، لا أحب الأكل بعده وإني صائم غدا. ما فعلته صحيح لكن مخالف للسنة. كل إذا أردت الصوم طعاما غير طعام العشاء ولو تمرة واحدة، إن لم تجد تمرة خذ زمزم، إن لست تجد زمزم مجة من ماء وقل بسم الله فإن فيه بركة. معنى البركة هنا: يا عبد الله يمر عليك الصوم دون ثقل، ولا تجد من الصوم بعض ما يجده المتعبون الذين يواجهون حر اليوم وغيره. تجد ذاك اليوم طيب هنيء، نفسك طيبة، تتوجه إلى الأمور بقلب منشرح. السحور فيه بركة، البركة معناها عظيمة. حاول أن تأكل ما تيسر ولو كنت شبع تلك الليلة. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. بسم الله. سائل يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الشيخ، أحسن الله إليك. قال الله تعالى: كتب عليه أنه من تولاه فإنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير، ما معنى هذه الآية؟ كتب عليه، على الشقي، أي قدر الله وقضى في الأزل أن الشيطان إذا كان وليه. متى يكون الشيطان ولي للإنسان؟ إذا تخلى عن ذكر الله ونسي وغفل عما أمر الله به وأطاع الشيطان فيما يأمره. الشيطان ترى يأمر، أمره بأنه يضع في القلب تزيين الفاحشة وكراهية الطاعة، تغلب عليه هواه ويسيطر عليه الشيطان، يستحوذ عليه. فإذا أطاعه تركه الله للشيطان فيتولاه، يسوقه حيث يشاء في المعاصي والفجور وعدم ذكر الله عز وجل. ويقول الله: كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله، الضلال الحيرة وإبعاده عن الحق، ويهديه إلى عذاب السعير، وبين له طريق الجهنم كيف تكون. نسأل الله العافية والسلامة. بعد الاسترخاء بخمس دقائق تخرج بعض القطرات من البول فأضع منديل، فهل أستنجي مرة أخرى؟ من كان معه هذا النوع ينبغي له أن يتأنى بعد البول، يعني لا تستعجل، تتأنى حتى تخرج آخر قطرة ما استطعت. فإذا فعلت ذلك فإنه في الغالب لا يأتي. فإذا فعلت ذلك وتوضأت فإن ابتلي المرء بقطرات لا تجف، يعني مستمر، هذا معه سلس. فإذا توضأ عند دخول الوقت لا يضره ما يخرج منه. نعم. مسافر دخل المسجد وجد جماعة مصلين مسافرين يصلون المغرب وهو يريد صلاة العشاء قصرا، ماذا يفعل؟ هم يصلون المغرب وهو يريد صلاة العشاء، يعني معناه أنه صلى المغرب، معناه أنه صلى المغرب في مكان ما
ثم سار، وبعد مسيره أراد أن يصلي العشاء ودخل وجد جماعة يصلون المغرب. الأصح أنه ما يصلي معهم، لأن اختلاف النية لها تأثير، بخلاف لو دخلت العصر ولم تصلي الظهر فإنها وقت واحد وتشابهها في عدد الركعات، والله أعلم. نعم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.